مثل ما انتم عارفين مستمعينا في برنامج أدرينالين والشبيبة اف ام دائما تحاول انها تغطي اغلب وابرز الفعاليات المقامة في ارض السلطنة. وبما ان ايضا الشبيبة اف ام الراعي الاذاعي الحصري لمعسكرات شباب الاندية, اليوم خلونا نروح مع سعادة بن سالم الاسماعيلية المشرف العام لمعسكر الفتيات ضمن فعاليات معسكرات شباب الاندية في نزوة. مساء الخير سعادة. مساء النور, مساء الأنوار, مساء الحماس والإبداع. يا أهلا وسهلا, خبرينا كيف اليوم طبعا كان الافتتاحية لمعسكر البنات الفتيات؟ اي نعم, بس انه اولا اشكركم على تسليط الضوء على معسكر فتيات الانديه بنزوه, واحنا بدينا باستقبال الفتيات يوم امس, واليوم كان الافتتاح الرسمي برعايه سعاده نعمه البوسعيديه عضو مجلس الشورى, وكان الافتتاح مليء بالحماس والابداع والمبادرات من الفتيات, سواء في تجهيز لهذه الافتتاحيه وتدشين معسكر فتيات الانديه بمشاركة 70 فتاة على مستوى المحافظات. ما شاء الله, طبعا هذا العدد عدد كبير خلنا نقول بالنسبة لمعسكرات فتيات الأندية. خبرينا أكثر عن الفعاليات اللي راح تكون ضمن هذا المعسكر أخت سعادة. يوم أمس كان برنامج للتعارف, وهو كسر الجليد على أساس نعرف البنات على بعض ويكونوا متعودين على بعض, واليوم بدينا بالافتتاح, وحاليا إحنا معانا إنجاز عمان, شباب عمانيين يقدمون دروس من القيادة والانضباط والتنظيم بطريقة جدا مبتكرة, يحببوا الفتيات أو هذه الفئة السنية من 18 إلى 25 بطريقة ألعاب خفيفة أو تركيز, كل لعبة ينتقلوا فيها لابد أن يكون لها يعني هدف معين, سواء في التركيز أو في المبادرة أو في القيادة أو في التأثير, فإحنا كمنظمين مستمتعين كما بارك المشاركات. جميل, وإن شاء الله جميل. بعد ذلك بعد ما نخلص راح يكون عندنا التحدي في لغز معين, في لعبة معينة عبارة عن التحدي, متاهة راح يشاركوا فيها جميع الفتيات, وعندنا في الأخير اللقاء الرياضي خاصة من المعسكر يجمع بين الثقافة والرياضة والاجتماع والتطوع والمبادرات في كثير من الـ من الـ من الأنشطة يعني. ف إن شاء الله يعني اليوم الثاني يعني حاسين إنه اليوم الأسبوع رح يخلص بسرعة, فأتمنى إن الفتيات خلال هذه اليومين يكونوا مستمتعين. إن شاء الله أكيد مستمتعين بكل الفعاليات والمناشط أكيد المنظمة من قبلكم لها الفتيات. الحمد لله. إنزين بالنسبة أيوة. تفضل. لا عندك الكلمة, تفضلي مرة. طبعا البرنامج يوم غد راح يكون مليء مليء مليء, يعني احنا نقول عنه دسم, راح يكون افتتاح قرية التنمية, ومنها وجود المؤسسات الداعمة والمؤسسات اللي حابة ان تعرف على نفسها للفتيات, سواء في دخول في ريادة اعمال او في دخول مجال العمل او الجامعات, في مجالات كثيرة, وايضا راح نبدأ الورش التدريبية للفتيات, عندنا 4 ورش إن شاء الله راح تنطلق يوم غد, وهي راح تستمر 4 أيام بحدود 8 ساعات خلال هذه 4 أيام, هي الورش راح تكون ورشة الإلكترونيات والميكانيكا والحفر على الخشب والإستراش, وهي هذه الدورات معتمدة من القوى العاملة على أساس على الأقل البنات إنه يستفيدوا من عدد الساعات وإذا حبوا يدخلوا في مجال العمل, فأعتقد إنه البرنامج جدا جدا دسم. وعندنا بكرة أيضا راح يكون عندنا عمل تطوعي راح يروحون البنات إلى مركز الوفاء الاجتماعي, وراح يخططون ملاعب رياضية وراح يقدمون أدوات رياضية لهذه المؤسسة, وأيضا راح يجهزون غرفة للألعاب للمرضى الأطفال في مستشفى نزوة. جميل جدا, الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. بالنسبة لتقبل الأهالي ايضا نحن لو نركز على هذا الجانب كيف لاحظتوا؟ والله لو اقول لك ان لحد الحين انا استقبل
عشرات المكالمات لانضمام الفتيات. دائما الفتيات في البداية يتخوفوا باسم المعسكر. أيوة. عبالهم يعني انه معسكر كل شيء ممنوع والى اخره. لكن بعد ما يشوفوا صديقاتهم ويكون ردود فعل ايجابية فتلاقي انه البنات واولياء الامور يظلوا متواصلين معنا للانضمام لهذا المعسكر. فعدد 70 جدا قليل، ولكن يحكمنا السكن هنا في نزوة، فالسكن ما يحتوي جميع المشاركات. كنا نتمنى العدد الأكبر لأنه معسكر الأول في مسقط 2014 كان العدد يفوق 100، ولكن دائما نحن نقول القادم أفضل. بالنسبة للأعمار المشاركة في هذا المعسكر تتراوح ما بين كم وكم؟ 18 إلى 25. من 18 وفي من فتيات في المدارس والجامعات وموظفات ومبتعدات، يعني مجموعة كبيرة ومختلفة معانا في المعسكر. ومدة المعسكر كم راح تكون؟ بداية احنا من 28 ل 2 اغسطس، والانصراف راح يكون 3 اغسطس ان شاء الله، لان برنامجنا لسه مستمر. وبعد احنا عندنا زيارات تاريخية وتراثية، راح يزورون قلعة نزوة ومكتبة حصن الشموخ. فاعتقد انه يعني هذه البرامج المختلفة والمتنوعة راح يخلق مقترحات كثيرة قادمة لمعسكرات اخرى. بالنسبة لتركيزكم للأعمال التطوعية، ليش دائما تحاولوا تركزوا على هذا الجانب ايضا في معسكرات فتيات الأندية؟ لأنه مثل ما قلت لك إنه المعسكرات لم ترصد لعمل ما أو لفئة معينة من البرامج، هي تحتوي جميع البرامج، إن كانت رياضية، ثقافية، تطوعية، ثقافية، محاضرات. فالتطوعية أعتقد نسبة كبيرة من المؤسسات حابين، وإحنا لم نختارها هباء، ولكن حاولنا احنا نسأل يعني احتياجات هذه المنطقة او هذه الفئة او هذه المؤسسة، فهم ابدوا رغبتهم انه هذه الفئة محتاجة، انه والله محتاجة للألعاب، الاطفال يوم دخلوا المستشفى. أيوة. او تفتقر مثل مركز الوفاة، تفتقر لامور اساسية مثل الألعاب الرياضية او المكتبة والى اخره. فاللي نقدر عليه احنا نقدمه، ولكن لا نتوقف هنا وننظر لأبعد من كذا. إن شاء الله رح نوصل صوتنا للمؤسسات الأخرى للمساعدة في الأعمال التطوعية. بالعكس عندنا مجموعة كبيرة من الفتيات هم أساسا يشتغلوا في الأعمال التطوعية. هذا بحد ذاته خلينا احنا نفكر معاهم، احنا نكون مجموعه لهذه الاعمال. ايوه جميل جميل جدا، والله يجزيكم الخير ان شاء الله. اخت سعاده، لو نتكلم ايضا عن الاختلاف اللي كان السنه الماضيه في المعسكر وهالسنه، ايش الاشياء اللي اختلفت وتطورت في المعسكر نفسه؟ هو مش السنه الماضيه، هو قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات عفوا في مسقط. أيوة كان في 2014. وطبعا دائما احنا نقبل التحدي، لانه احنا بين الخمس المعسكرات معسكر واحد فقط بالنسبه للفتيات. فمعسكر الاختلاف كان يمكن في طريقه جذب الفتيات او الشباب لهذه المعسكرات، طريقه تقديمهم والتجديد لهذه المعسكرات جدا راقيه. الحين صار عندهم قريه بمستوى عالي، في برامج مثل التحدي وسبله التنميه، يعني امور كثيره تم استحداثها في معسكرات شباب الانديه. فهذه يعني الاختلافات جدا واضحة. أعتقد السنوات الأولى كان مثلا نقدر نقول قصنب، والحين بدأ إنه القلب ينبض، فصار إنه فعلا إيش احتياجات. بعد انتهاء المعسكرات دائما نأخذ بمقترحات المشاركين، ويتم يعني
عملها على أرض الواقع. فاللي شفته هذا مقترحاتنا رأت النور في بعض المجالات، والكل يتسابق من المؤسسات والشباب والشابات لإلقاء محاضرات في أو لإظهار مواهبهم وإنجازاتهم في معسكرات الشباب. فالاختلاف جدا صار كبير، يعني سنة عن سنة تلقى المعسكر يختلف. حتى الشاب أو البنت أو الفتاة لو شاركت السنة هذه السنة القادمة هي متأكدة إنه الاختلاف موجود ووارد في معسكر قادم. جميل جميل أخت سعادة بن سالم الإسماعيلية كانت ويانا على الهواء، كلمتنا أكثر عن معسكرات فتيات الأندية ضمن فعاليات معسكرات شباب الأندية في نزوة بالتحديد. شكرا لك سعادة بن سالم إسماعيلية المشرف العام. بس لو تسمح لي بس أقدم شكري لإدارة دائرة شؤون الرياضية بنزوة وزارة شؤون الرياضية وفريق العمل اللي نعمل سويا لإنجاح هذه المعسكرات، وأشكر اللجنة الرئيسية على ثقتهم بنا لإقامة ولإشرافنا على هذا المعسكر. صراحة فريق عمل مبدع ومبادر ومؤثر في حد ذاته في هذا المعسكر. إن شاء الله بإذن الله، الله يعطيكم الصحة والعافية، موفقين إن شاء الله. وتحياتنا لكل أخواتنا، وإن شاء الله أكيد بمجهودكم الرائع وكل الفعاليات والمناشط اللي قد بتقدموها إن شاء الله لهم، أكيد راح يستمتعوا بتقضية وقتهم في معسكرات فتيات الأندية. سعادة بن سالم الإسماعيلي المشرف العام لمعسكرات فتيات الأندية كانت ويانا على الخط. شكرا لك سعادة ويومك سعيد. الله يخليك. حياك. تسلم. يومك أسعد.